أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ويجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين بل مكر الليل والنهار يتامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وفي الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم من بعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليك قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا برسلي فكيف كان نكير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ويجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
في قرية من نذير لا قال مترفها إلا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن من عذابين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم إلا في سفر مقلدنا لنها إلا من عمل صالحا فأولئك لهم جزاء الخلد فيما عملوا وفي الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معارضين أولئك في عذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إنما نحن الجميع من أقول الملائكة يا أولئك يا أبناء يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فيوم لا يملك بعضكم لبعض ولا ضر ولا قول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا سحر إن أريد أن يصدق عما كان يعبد آباؤهم قالوا ما هذا إلا آية افترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونا فلا أرسلنا إليكم لكن إن النذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مشرا ما آتيناهم فكذبوا برسلهم فكيف كان نكير